مساء الخير، كان على موعد مع هذه المفاجأة. الصادق كوكا الرياضي المغامر الذي يمارس رياضة الكاراتيه يزور تونس هذه الأيام في عطلة سنوية. التقيناه لكي يحدثنا عن بدايته وانطلاقته في هذه الرياضة. سي صادق، كان تحدثنا على بدايتك وكل. شكرا لهذه الفرصة اللي اتاحت لي باش نعبر فيها شوية على الكاراتيه هنا الشعب التونسي. الكاراتيه بدأت المرحلة متاعي يعني من أنا صغير في صفاقس، كنت مارس لعبة الجيدو. بعد خرجت للخارج وهناك بدأت مرحلة الكاراتيه في إيطاليا، وبعد من إيطاليا تحولت إلى هولندا، ومن هولندا تحولت حتى إلى السويد، بحيث تعرفت على ممرن الفريق القومي السويدي، وهو قعدت ندرب عنده. وفي نفس السنة قمت أنا بمشاركة في السويد في بطولة السويد، وتحصلت على المرتبة الثانية في الوزن الثقيل. والوقت ذكي هما استدعوني باش ندخل الفريق القومي، وهما دخلوني بالفعل الفريق القومي. مع الفريق القومي شاركنا في بطولات دولية، ومن أهم الانتصارات اللي حققناه مع الفريق القومي السويدي
تحصلنا على بطولة أوروبا اللي دارت في إنجلترا 1980، وأنا تحصلت على بطولة السويد 7 مرات دائما في الوزن الثقيل 90 كيلوغرام. و 1983 جاءت الفرصة متاع بطولة العالم، هناك شاركت مثلت الفريق القومي السويدي، لأن في ذلك الوقت ما زالت ما عندناش مثلا جامعة تونسية للكاراتيه. وفي الفترة ذكية تحصلت على المرتبة الثامنة، وكان معناها أحسن مرتبة جابها أجنبي بعد اليابانيين. وسنة 1984 شاركت أيضا في البطولة اليابانية، حصلت فيها على المرتبة الثانية، وكان هو أيضا يوم تاريخي لأنه أول أجنبي يصل إلى الدور النهائي، وأنا هزمت بعد حصتين إضافيتين، وكان الهزام كان مش حقيقي، اليابانيين كانوا حقيقة. في صادق، مادامنا نحكيه على رياضة الكاراتيه، فهناك الجمهور التونسي العريض ولا الجمهور بصفة عامة يعتبر رياضة الكاراتيه هي وسيلة أو سلاح هجومي ودفاعي. أنت حسب اعتقادك، لو أنك تعرف برياضة الكاراتيه للسادة المشاهدين في عجالة. الكاراتيه في الحقيقة هي، لو مش نترجمها لك بالضبط، كلمة الكاراتيه ما معناها بالياباني كرا معناها الفارغ، تي معناها اليد، معناها اليد الفارغة. بحيث هنا ليس فيه سلاح أو حرب مثل ما يقولون ويدعون بعض الناس، يقولون هذه حربية، هنا بالعكس فيه سلم. ورياضة الكاراتيه تتميز بعدة حاجات، مثلا تكوين الجسم جسديا وعقليا، لياقة بدنية، تركيز، مديتاسيون. ممنوع منعا باتا الاعتداء على الغير واستعمال العنف في أي حالة من الحالات، بل يسمح الدفاع فقط عن النفس بدون مضرة الآخر والمعتدي. إذن هي رياضة معناتها مهذبة، ورياضة تطعت للرياضة فقط، وليست كما أسلفنا وقلنا أنها سلاح أو كذا. هذا كله غلط مع الأسف، وهذا الدليل كبير أنا أعطيك أن فيه 100 مليون ياباني يدربوا الكاراتيه، وقلت تمشي في اليابان عمري أنا ما شفت واحد أعتدى على الآخر أو واحد يسب الآخر، ومعناها تشوف إلا معناها الناس عاقلين رايدين يحترموا الغير وأخلاق حميدة إلى غير ذلك. بفضل هذا النوع من الرياضة اكتشفت العالم وكسبت تجارب، مثلا كما اللغة اليابانية واللغة الإنجليزية، هذه كلها مكاسب بالنسبة ليك. فهمتني؟ شنو الشيء الآخر اللي جنيته من رياضة الكاراتيه والجولة اللي عملتها في العالم من خلال الكاراتيه؟ حقيقة عرفتني برشا حاجات وعرفتني بالعالم، ومن بينها دورة العالم 5 مرات. ومش معناها الواحد يدور العالم فقط، بحيث في نفس الوقت أنا كنت أدرس التاريخ، كل بلاد نمشي لها كنت أدرس التاريخ متاعها، كنت نتعلم اللغة متاعها، كنت نشوف الشعب كيفاش يعيش، كنت نشوف الحضارة متاعه، بحيث هي تنجم تقول أقول لك زاد معلومات وكذا من خلال هذه الجولات اللي قمت بها في العديد من البلدان. نعم. سي صادق، كيفاش وقع تقديمك للجمهور الياباني من خلال وسائل الإعلام؟ والله الجمهور حقيقة في الدورة الأخيرة هذه اللي صارت 16 نوفمبر 1986 واللي لعبتها باسم تونس، الدور النهائي كان طويل ودامت حتى 6 حصص إضافية، وشاف الجمهور أنه الحكام كانوا يحاولوا باش يعرقلوك، باش يهزموني. الشعب فاق بالحكاية، وأغلب الجماهير ولوا من جهتي أنا، بحيث ولا ضغط كبير على الحكام وما نجموش معناها يعملوا حتى حاجة أخرى. وبالفعل فهمتني ولا أخيرا فهمتني ولا قرروا، معناها انتصرت بعد أن معناها فشل الياباني فشلا كبيرا. صادق كوكا،
وقاع التعريف به في اليابان كما أسلفنا وتحدثنا من خلال المجلات تصدر غديكة وتوزع بانتشار عريض. من ذلك هناك مجلة يابانية علقت عن الرياضي التونسي الصادق كوكا، هذه المجلة ذات انتشار عريض وكما قلت لي معناتها توزع ويسحب منها قرابة 30 مليون نسخة. إذن فهذه المجلة وغيرها من الوثائق أكبر دليل على نجاح صادق كوكا في هذه الرياضة. هذه أيضا مجلة أخرى تنشرني في الصفحة الأولى، والداخل هنا كتبوا كثير بالياباني عن الأصل متاعي، عن وانتهزهم الفرصة كتبوا عن تاريخ تونس، على الجغرافيا متاعها، على الأكل متاعها، على الدين متاعها إلى غير ذلك. أنت وقع التعريف بتونس من خلال صادق كوكا ورياض الكاراتي. وعندي هيك مجلات معناها كثيرة من هذا النوع. بالنسبة لسؤال آخر، مشاريعك المستقبلية في هذه اللعبة، هذه الرياضة؟ والله في الحقيقة أنا جيت لهنا لتونس في عطلة، ما عنديش حتى مشروع بالنسبة لهنا لتونس، لأن عندي أشتغل في السويد في ستوكولم، هناك عندي قاعة ندرب فيها، وعندي مهتم أيضا بالشرطة، وعندي شغل كثير هناك، بحيث ما زلت ما قررتش حتى شيء، لأن هي كانت استقبالي هنا في تونس كان مفاجأة بالنسبة لي، ما كنتش أعتبره هيك. لا، وسائل الإعلام معناتها قدمتك فهمتني، ومن خلال العديد من الحصص التلفزية شاهدناك وشاهدنا أعمالك، لكن أخيرا وقع معناتها تكريمك من طرف فخامة رئيس الجمهورية، من ذلك أن استقبلك شخصيا في قصر قرطاج، وهنا نتجه لك بسؤال، ما هو شعورك نحو هذه اللفتة؟ والله عندما ربحت البطولة اليابانية معناها تعتبر يوم تاريخي ولحظة تاريخية بالنسبة لي أنا، معناها مستحيل باش ننساها، وأمس معناها وقع أيضا بالنسبة لي تاريخ جديد، قلت له معناها قابلت السيد الرئيس الحبيب بورقيبة وقررت باش نهديله الكاس، وهذاك معناها نحب نعبر فيه لأنه هو كان سبب مثلا في بث التعليم في تونس، وهو شجع كثير على الرياضة التونسية هنا في تونس. تذكير قبل الوداع ونداء إلى كل من يستأنس في نفسه الكفاءة لتلحين أغنية، أن يتصل ببرنامج مساء الخير الإذاعة والتلفزة التونسية 71 شارع الحرية تونس، ركن كلمة تبحث عن ملحن. ونداء آخر لهواة التلحين والموسيقى في كافة أنحاء الجمهورية، أن يتناول الكلمات عبر برنامج مساء الخير في اللقاء القادم إن شاء الله، ويتصل من يمكنه ذلك ببرنامج مساء الخير، ومساء الخير للجميع.